بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف المشاهدين أكثر بحضرتك عن بداية حياتك العملية في نعم. الصيدلية، كيف بلشت فكرة الصيدلية؟ تفضل. نعم، هذا الآن لأن هنا يعني صيدلية عندنا يعني موجودة المنتجات الأدوية، بعد مال التجميل، بعد في كراسي أو حاجات ثانية، كل شيء يعني تقريبا كلهم موجود عندنا موجودة يعني. في الصيدلية، ما شاء الله. طبعا كيف انتم تميزتوا بالصيدلية؟ كيف صرتوا رقم واحد بالفجارة؟ يعني احنا بنلاحظ في صيدليات أصلا، في صيدلية الزيتون، في نعم صيدلية عدة صيدليات، ولكن دائما لما نيجي على الفجيرة بنسمع صيدلية مكة. يعني شو السر؟ هذا السر الواحد يعني الاسم، اسم مكة يعني معروف. هو عن جد الأراضي الطيبة، هو الأراضي هذا المباركة. اللي نعم أكبر شيء يعني، هذا الاسم. الحمد لله. كل واحد يعني بيفكر مكة يعني على طول معروف يعني. جميل. والثاني يعني الحاجات موجود عشان المنتجات، الأدوية، أي شيء يعني نحن بجيبه من أي مكان. المضادات الحيوية، كل شيء يعني، كل الأدويات، المسكنات كذا، مسكنات، كل شيء كل شيء. عشان الناس محتاجه. نحن ما يبغى يعني واحد بيجي عندنا يقول ما موجود. هذا هذا مش موجود هون، هذا يعني هذا بتلاقوا مش كله موجود. هذا مشكلة. في أحيانا يعني بيجي مشاكل ما موجود في السوق عند الوكيل، ما في، نحن ما صح. يقدر نسوي شيء. ولكن يعني إذا موجود في الهول سيلر أو في الشركة يعني موجود، لازم نحن يكون عندكم. بجيب. جميل. حتى أوقات يجي خسارة مع صح. المنتهيات برضو يعني، نحن ما يشوف availability يعني، هذا متوفر في الصيدلية يعني مرتاح. جميل. الشارع أحمد بن عبد الله، مقابل محطة الأدنوك. نعم إيه جميل. هو مقابل هذه محطة الأدنوك اللي هو الفرع الرئيسي لصيدلية مكة. نعم جميل. سيلة مكة. والثانية الفرع يعني بالفجيرة، هذا في الشارع بين الهيلتون، دوار هيلتون، نعم وبين سوق السمك. نعم إيه نعم هذا الفرع إيه الثاني اللي نعم هو بين هذا دوار الهيلتون إيه وسوق. إيه نعم هذا البناية بتاع حسن بركات، أيوة. حسن أها. علي الأبدولي. إيه هو هذا البناية. والفرع الثالث، الفرع الثالث يعني في شارع السلام. ايوه في ايه سوق فاطمه. شارع ايه شارع السلام. معروف ايه هذا، انا حتى بعرف يعني هذا الفرع كل الفجيره ايه نعم بتعرفه. أستاذ أبو بكر، حدثنا أكثر عن المستقبل، عن فكرتك للمستقبل، شو حابب تعمل؟ تفتح صيدليات ثانية أو تفتح مشروع أو تطور الصيدلية اللي إحنا موجودين فيها؟ والله أصلا ما عندي فكرة يعني عشان بفتح زيادة فروع. بشوف إذا نحن بأول يعني بشوف اللوكيشن، إذا في أوكي يمشي إن شاء الله يعني بالتوفيق يبدأ. لكن ما يبغى يعني بفتح 20 صيدلية مرة واحدة بعدين يجي مشاكل، لا. عشان كل يعني موظف لازم يدفع بالضبط يعني شهريا، يعني لازم معاش بيروح البنك. بعدين ما يبغى يعني واحد بيشتكي عندي ما حصل معاش، هذا المشاكل ما كفي، هذا الشكل ما يبغى. عشان انا ما عندي فكره يعني بفتح الفروع زياده، لا. ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب. يعني برافو عليك، برافو عليك. هاي من اسباب النجاح، هاي سكسس ريزون.
طبعا استاذ ابو بكر، يعني انت بتعرف انه احنا الان نواجه مشكله عالميه اللي هي مشكله الكورونا، فيروس الكورونا. كونك في مجال، في المجال الطبي، في هذا المجال اللي هو الصيدليات والمنتجات الطبيه، شو بتنصح الناس والمشاهدين ايضا اللي بيشاهدوك الان، شو بتنصحهم يعملوا او يستخدموا للوقايه او للحد من هذا الفيروس اللي بيواجهنا؟ والله هذا الفيروس اصلا هذا يعني البباوي العالمي، نعم. كل المكان يعني موجود هذا الفيروس الان، ما في يعني واحد بلد ما في هذا الشكل يمشي الحين يوميا، يعني يزيد هذا الشكل بيصير. نحن يقدر يعني شو نسوي، غسيل اليدين بعد، يعني ما بيمسح الوجه يعني على طول، واحد النفر يعني ممكن بالمره 1000 مره ممكن بيمسح الوجه، ايه، لكنه بعيد لازم يكون. حتى استكر هنا بعض الناس بيسوون هذا الشكل، حتى الاستكر هنا وهنا عشان ما يجي سريع يعني يد بالبجل، مشان الانتباه يعني. بعد بيستعمل الصابونات دائما يعني يغسل اليد، ايه، التعقيم بعد يعني مع السانيتايزر على طول بيستعمل المعقم هذا الشكل. بعدين اي مكان هذا فيروس يعني ما يجي يعني بالهواء، لكنه المشكلة شو، هذا أي مكان يعني أنت لمس يعني شيء أكيد بيجي عندك. هو هذا الشكل عشان سوي ترتيب في البيوت والشغل، كل الأماكن يعني بستعمل الكمامات عشان إذا في زكام أو شيء يعني ما بيصير نفر ثاني، ما يأثر يعني نفر ثاني، إيه، عشان هذا مسؤولية يعني الجميع. فاحنا لازم نتوجه برساله شكر لشيوخ دوله الامارات، طبعا على راسهم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد الله يطول في عمره، رئيس دوله الامارات، نبداها من صيدليه مكه ومن الاستاذ ابو بكر شخصيا ايضا. تفضل، رساله شكر بسيطه. والله انا يعني النفر برسل رساله يعني مشان رئيس الدوله. نعم. والله أنا سوي دعاء بس عشان هذا رأي مالهم، يعني رأي جمال عبد الناصر وزي كذا يعني نفرات رؤيته يعني ما في صغير، كبير جدا ما شاء الله. نحن كل حبه يعني هو في القلب، صحيح. إيه، عشان خاصة يعني نفرات خارجي، نحن يعني فرحانين في هذا البلد من شموس الإمارات، يعني هو شموس العالم، عالم العربي الإسلامي، يعني ما شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. بارك الله فيكم، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. انتظرونا يومي الجمعة والسبت على قناة سما الخليج وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله. آمين.